فودة بسرعة ماخذ اتفاق والحزم أربع حالات ثلاث حالات ثلاث حالات الأولى الحالة الأولى دقيقة الأولى من زمن المباراة طبعا الحكم من سلوفينيا ماتي جوج طاقم سلوفيني هذا الحالة الأولى. الأولى كان فيها مخالفة كان يجب إنذار لاعب الفتح لاعب التعاون تعاون إيه الحزم الحالة الثانية كانت في دقيقة 11 سقوط لمهاجم الاتفاق داخل منطقة الجزاء المخالفة هنا على لاعب نادي الاتفاق لأن المدافع اللي حاول يلعب الكرة وقام المهاجم بعملية ركل لا توجد مخالفة على المدافع ولكن المخالفة على المهاجم الحالة الأخيرة كانت في الدقيقة 46 الحالة في الدقيقة 46 سقوط لمهاجم نادي الاتفاق أمام الحكم كانت عملية تحايل كان يجب عليها أن يحتسب عليها ركلة حرة غير مباشرة وإنذار للتحايل الذي قام فيه اللاعب وهذه أهم حالة عندها بشيء الشباب ما شفنا شيء السي جي مغطي لو سمحت بس عشان أقدر أشوف المخالفة ايوه تحايل من مهاجم نادي الاتفاق لا توجد مخالفه تعثر هو من نفسه يعني حاول انه شيء بودر التحايل عنده ثلاث اشياء يا اما انه يستخدم الارض يا انه يستخدم قدميه انه يعرقل نفسه او يستخدم المنافس هنا اللاعب استخدم او يحاول يراوغ ويرقص بس هو مش قدها لا يعني تتلخبط رجليه هذه حاله من الحالات هو تحايل وكان يجب ان يحتسب عليه ركله حره غير مباشره وانذار شكرا لك ابو فهد كلمه على الاتفاق يعني حسب معلومات الفنيه قليله الاتفاق يحتاج راس حربه يسجل اهداف الاتفاق سنحت له فرص كثير للتسجيل وما سجل والمدرب العطوي اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يرزقه الحظ عشان يفوز شكرا لك ابو فهد شكرا